إذا كنا نريد لأنفسنا أن يكون لحياتنا معنى وتنفع في شيء، نحن اليوم نساهم في إصلاح أوضاع أمتنا. إصلاح الأوضاع أيها الإخوة الكرام من جهة الحكومة شيء كبير، القرار الصغير ينتفع به الخلق الكبير، ينتفع به الوطن، ينتفع به الاستثمار، ينتفع به التقدم، ينتفع به الإشعاع. اليوم أجد المواطنين المغاربة داخل المغرب وخارجه يقولون لي aujourd'hui je suis fier de dire que je suis marocain. الآن صدقوني والله العظيم لا أعرفهم، لما خرجت آخر خرجة إلى فرنسا ولم أرجع إلا يوم السبت الذي فيه توفي الأخ العزيز، يعني يوم الأحد بضعة ساعات بعد رجوعي، يوم الجمعة مساء التقاني مغربي وجاء يسلم علي وقال لي أنا يهودي الجنسية، أنا يهودي الدين، مغربي الجنسية من مدينة مكناس وأعيش هنا، ولكنني أتابعك وأتابع ما تقول في التلفزيون، ويسرني ويسعدني أن يشرفني أن أسلم عليك.